ثالثاً أساليب تقويم الجانب الوجداني أو الانفعالي. وهذا المجال يعتبر من أكثر المجالات إهمالاً لدينا في العملية التعليمية. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الاهتمام بتقويم الجانب المعرفي والتركيز عليه. كما أن الجانب الوجداني يستغرق وقتاً طويلاً في تعليم القيم والاتجاهات. فالطالب لا يكتسب اتجاهاً أو ميلاً لشيء ما بسرعة اكتسابه للجوانب المعرفية أو العقلية. وتتعدد أساليب تقويم الجانب الوجداني والانفعالي منها واحد مقاييس الاتجاهات وتتضمن مقاييس الاتجاهات قائمه من العبارات او الجمل التي تدور حول احد الجوانب الوجدانيه وامام كل عباره بدائل للاختيار تعبر عن درجه الرفض او القبول مثل اوافق بشده اوافق لا اعرف ارفض ارفض بشده والمتعلم هنا يستجيب بوضع علامه تعبر عن درجه قبوله او رفضه على احد هذه البدائل التي امامه ايضا من اساليب تقييم الجانب الوجداني الاستبانات ومنها الاستبانه المفتوحه والاستبانه المقيده اما الاستبانه المفتوحه فتقدم فيها مجموعه من الاسئله حول احد هذه الجوانب ويترك للمتعلم حريه الاستجابه اما الاستبانه المقيده فتحدد فيها اجابات معينه يطلب من الطالب الاختيار منها ثلاثه من اساليب تقييم الجانب الوجداني دراسه الحاله ودراسة الحالة تعتبر أسلوب تقويمي يعتمد فيه على تجميع بيانات متكاملة وكافية عن طالب بعينه منذ ميلاده إلى وقت دراسة حالته، أي أن دراسة الحالة تشمل كل تاريخ حياته. أربعة: الأساليب الإسقاطية، وهي تعد من أساليب تقويم الجانب الوجداني، وفيها يوضع الطالب المتعلم في موقف يدلي فيه ببيانات يسقطها على شيء ما، كأن يطلب إليه التعبير شفهيا أم كتابيا عن انطباعاته حول الأشكال العشوائية التي لا تعطي معنى في ذاتها، أو يطلب من الطالب أن يكتب قصصا حول بعض الصور التي تعرض عليه، ومن هنا سميت اختبارات إسقاطية. من أساليب تقويم الجانب الوجداني أو الانفعالي نجد المقابلة الشخصية، والمقابلة الشخصية أسلوب تقويمي فعال يمكن للمعلم أو المرشد الطلابي في المدرسة ممارسته مع الطلاب. فمن خلال أسلوب المقابلة الشخصية يمكن جمع بيانات حول بعض الجوانب التالية: أسباب تفوق الطالب أو تأخره، البيئة الاجتماعية والثقافية وتأثيرها على قيم الطالب وسلوكه، وغير ذلك من هذه الجوانب. أيضًا من أساليب تقويم الجانب الوجداني الملاحظة، وهي وسيلة تقويمية أكثر فاعلية من المقابلة الشخصية. كما نرى أن المعلمين هم أقدر القائمين على ممارسة أسلوب الملاحظة لأنهم يعيشون المتعلمين طوال اليوم الدراسي والملاحظة تتطلب من المعلم متابعة المتعلم دون أن يشعره بأنه تحت الملاحظة حتى يتصرف بشكل طبيعي أيضا من أساليب تقويم الجانب الوجداني والانفعالي التقارير الذاتية وتشمل مجموعة من الإجابات التي يدلي بها المتعلم على قائمة من الأسئلة المقننة تدور حول أحد الجوانب الوجدانية وهكذا يمكن للمعلم من خلال الاساليب السابقه او بعضها جمع بيانات متنوعه حول الجوانب الوجدانيه هذه الجوانب تعطي مؤشرات عن نمو المتعلم وتقدمه في هذه الجوانب